صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ويمكن الغالبية العظمى من المواطنين الآن يمكن مهتمية إلى حد ما بأسعار الذهب تحديدا بالإضافة لأسعار العملات، وشفنا تراجع إلى حد ما في أسعار الذهب أو استقرار. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من زميلتنا دينا شرف اللي مشرفانا ومنورانا في الاستوديو. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير والسعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. فعلا بيهتم دلوقتي المصريين كلهم بأسعار العملات وأيضا كمان أسعار الذهب، علشان كده بنبدأ معاكم فقراتنا في صباح الخير يا مصر بجولة سريعة كده نعرف منها متوسط أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة. هنبدأ معاكم من الدولار الأمريكي وسعر البيع 19 جنيه و70 قرش و19 جنيه 63 قرش للشراء، اليورو 19 جنيه و20 قرش للبيع، 19 جنيه و12 قرش للشراء، الجنيه الاسترليني 21 جنيه 22 قرش للبيع و21 جنيه و13 قرش للشراء، واخيرا والفرنك السويسي 19 جنيه و73 قرش للبيع و19 جنيه 73 قرش للشراء، اليوان الصيني 2 جنيه 74 قرش للبيع و2 جنيه 73 قرش للشراء، الريال السعودي 5 جنيه 24 قرش للبيع و5 جنيه 22 قرش للشراء، الدينار الكويتي 63 جنيه 55 قرش للبيع و63 جنيه 28 قرش للشراء، واخيرا الدرهم الاماراتي 5 جنيه و36 قرش للبيع و5 جنيه 34 قرش للشراء. بالنسبه لمتوسط اسعار الذهب النهارده، عيار 18 سجل 957 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 1116 جنيه للجرام، عيار 24 سجل 1275 جنيه للجرام، واخيرا جنيه الذهب وصل ل 8928 جنيه. حاولنا نعرف حضراتكم عن آخر أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة وكمان أسعار الذهب، وهرجع مرة تانية لأحمد علشان نبدأ معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا، وبالتأكيد يعني أكيد لينا معاكي وقفات تانية. أكيد. شكرا.